بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة مشيئة ربنا هنبدأ نحل النموذج الأخير مع بعض، النموذج رقم 15 موجود معانا صفحة 310 كتاب الامتحان. يلا بينا على بركة الله. أول سؤال: المريضان A و B يعانيان من قصور في غدة، في مشكلة في غدة، وعند تحليل الدم لكل منهما تم قياس تركيز هرمون TSH في بلازما الدم لمدة 3 ساعات، ثم تم تمثيل التركيزات بشكل البينة، مقابل يعاني المريض رقم اللي هو البي من خلل في ايه؟ فين بي عندنا؟ طبعا عندنا مفتاح زي ما احنا شايفين، ده الزمن عندنا بالدقيقة، وهنا عندنا تركيز اللي هو تي اس اتش. خلينا في بي اللي هو بيسألنا عليه، بي اللي هو اللون ده، تمام؟ يبقى عندي ده بي، عندي زي ما احنا شايفين التركيز بتاعه جدا قليل جدا، بتاع مين؟ بتاع اللي هو تي اس اتش. يا ترى الخلل ده هيكون نتيجة ايه؟ طب هو بيسألني في السؤال على مين؟ بيسألني على تي اس اتش. تي اتش اصلا ده بيروح لمين؟ ده المفروض بيفرز من اللي هو الفص الامامي للغده النخاميه، ويروح ينشط مين؟ اللي هو الغده الدرقيه. هنا بيقول لمين؟ اللي هي قشره الغده ايه؟ القذريه. حتى اللي هي قشره الغده القذريه مالهاش علاقه، ده بتفرز مجموعه تانيه خلاص من الهرمونات، زي اللي هي الهرمونات السكريه والهرمونات المعدنيه والجنسيه، فاذا دي مالهاش علاقه. رقم بي عندنا، رقم بي اللي هو بيقول لي الغدة الدرقية. طيب هو فعلا ده هيروح لمين؟ للغدة الدرقية. بس هل دلوقتي المشكلة حصلت في مين؟ في نقص مين اصلا؟ تركيز مين اللي قل معايا؟ تي اس اتش، وبالتالي دي كمان مش هينفع معانا. احنا عارفين طبعا الدرقية بتفرز مين؟ اللي هو ايه؟ اللي هو السيروكسين. رقم جيم عندنا الفص الامامي للغدة النخامية، امامي، ايوه، يبقى دي الاجابة عندنا اللي هو مين؟ الفص الامامي زي ما احنا عارفين بيفرز مين؟ اللي هو تي اس اتش، اللي هو بيروح ينشط مين؟ الغدة ايه؟ اللي هو الدرقية. رقم ب، رقم د، الفص الخلفي للغدة النخامية، خلفي طبعا، الخلفي ملوش علاقة، احنا عارفين طبعا اللي هو الخلفي بيفرز اللي هو الـ ADH، تمام، اللي هو الهرمون اللي هو القابض للأوعية الدموية، وهرمون مين اللي هو ايه؟ الكوستو ايه سين، وبالتالي برضك ايه؟ ملوش علاقة. بهذا الإجابة عندنا مين؟ رقم ج. الهدف من الانقسام الميتوزي للبلازموديوم في الإنسان، الهدف ايه؟ الحاجة الأساسية عشان بينقسم اللي هو ميتوزي، تمام؟ احنا عارفين طبعا بيخش جوه الدم اللي هو الاسبيروزايت، بعد كده بينقسم داخل الخلايا الكبديه البكاويل اللي هو الميروزايت، وبعد كده يخش مين؟ جوه خلايا الدم الحمراء، ويخرج من الميروزايت. طب الهدف النهائي ايه عندي اصلا؟ احنا عاوزين الهدف، الهدف ان احنا نطلع في النهايه اللي هي مين؟ اللي هي الامشاج. يبقى عندنا هنا الهدف هنا اللي هي تكوين مين؟ اللي هي ايه؟ الامشاج، سواء مذكره او مؤنثه. طيب بيقول لي والبعوضه انثى الانوفلس، يا ترى ايه الهدف منها؟ الهدف احنا عارفين طبعا داخل جسم البعوضه بيحدث تكاثر اللي هو جنسي، ويكون نتيجه الكلام ده تكوين مين؟ اللي هو ايه؟ الاسبيروزايت، والاسبيروزايت ده هو اللي يعتبر اللي هو الطور ايه؟ المعادي بالنسبه لمين؟ للانسان. يبقى عندي هنا تكوين مين؟ اللي هو ايه؟ الاسبيروزايت. يبقى عندي هنا الاجابه عندنا هيكون اطوار مشجيه، يعني اللي هي الامشاج يعني، واللي هي مين؟ الاسبيروزايت. يبقى الاجابه عندنا مين؟ رقم ايه؟ رقم الف. نفتكر مع بعض، عندنا الدورة جوه جسم الإنسان بتبدأ بأول حاجة الاسبروزايت، بيبدأ يخش جوه اللي هي الخلايا الكبدية، يتكاثر عن طريق اللي هو التقاطع داخل الكبد، ثم تخرج اللي هي الميروزايت، تمام. بعد كده بيبدأ يخش داخل مين؟ كرة الدم اللي هي الحمراء، ويخرج على مين؟ الميروزايت. في بعض اللي هي الميروزيتات دي بتبدأ تتحول إلى أطوار مشيجية. يبقى إذن هنا الهدف الأساسي هنا في الإنسان اللي هو مين؟ تكوين مين؟ الأطوار مين؟ المشيجية. طب نيجي للبعوضة، البعوضة هنا الأطوار المشجعة تبدأ هنا يحصل عملية إخصاب، وتكون اللي هو الزيجوت، ثم الطور الحركي، ثم قيس البيض. عند قيس البيض اللي هو كام؟ اللي هو نون، هيبدأ هنا ينقسم ميتوزي ويكون لمين؟ اللي هي إيه؟ الاسبروزايت، اللي هو ده يعتبر إيه؟ اللي يعني مين؟ الإنسان مرة إيه؟ مرة أخرى. الشكل المقابل يمثل معدل إنتاج المواد المكونة للبكتيريوفاج داخل الخلية البكتيرية، يمثل كل من سين وصاد على الترتيب، يا ترى إيه؟ نبص الشكل كده، عندي هنا ايه؟ كمية المواد، وعندي هنا الزمن بالدقايق. عندنا هنا أعلى معدل، عندي هنا سين، عندي اهو هنا تقريبا حاجة وعشرين، يعني حوالي اللي هي في الدقيقة مثلا 26 أو حاجة زي كده، تمام؟ اللي هو ايه؟ سين وصاد تقريبا. طيب نجيب الشكل كده ونفتكر مع بعض ونطلع الإجابة منها. طبعا دي عبارة عن خلية بكتيرية، تمام؟ بيبدأ يهاجمها اللي هو الفيروس اللي هو البكتيريوفاج، بيبدأ هنا يخترق داخل اللي هو الخلايا البكتيرية اللي هو مين؟ اللي هو الـ DNA اللي هو مين؟ اللي هو الفيروسي. طيب
يبقى عندي هنا هيبدأ يزداد معايا مين؟ اللي هو الدي ان ايه، لأن هيعمل هنا عملية تضاعف من خلال مين؟ اللي هو البكتيريا. بعد كده هيبدأ يكون له أغلفة من البروتين. احنا البروتين زي ما احنا عارفين لم ينفذ، فهنا اللي هيزداد معايا برضك اللي هو مين؟ تكوين مين؟ الأغلفة ايه؟ البروتينية. تمام؟ يبقى عندي هنا الأغلفة هتبدأ ايه؟ تتكون حوالين مين؟ حوالين اللي هو الدي ان ايه، ويكون لي مين؟ اللي هو فاج جديد. وبعد حوالي اللي هو 32 دقيقة هيبدأ يطلع حوالي 100 فاج جديد. طيب حلو قوي. احنا دلوقتي عاوزين نعرف بقى مين؟ سين وصاد. احنا اتفقنا دلوقتي في حاجة هيحصل لها عملية تضاعف اللي هو الدي ان ايه، يعني في واحدة دي ان ايه وحاجة تانية اللي هو ايه؟ البروتين. بس مين اللي هيكون الأول؟ مين اللي هيكون الأول؟ أنا عندي هنا مين اللي يكون الأول؟ اللي هو سين، صح؟ مين اللي بعديه؟ اللي هو بعديه اللي هو مين؟ اللي هو صاد. طب مين اللي هيكون الأول؟ احنا قلنا الدي ان ايه يبدأ يحصل عملية تضاعف، ثم عملية مين؟ تكوين مين؟ أغلفة. يبقى هنا اتفقنا سين عند هنا اتكون الأول، ده الأول، وعند بعد كده اللي بعديه مين؟ اللي هو صاد، ده التاني. الأولاني ده يعتبر مين؟ اللي هو الدي ان ايه. تمام؟ وعندي صاد اللي هو الحاجة التانية اللي هي كونت دي، اللي هي مين؟ البروتين، اللي هي الأغلفة اللي تتكون حوالين مين؟ حوالين الدي ان ايه. يبقى عندي بالترتيب دي ان ايه ثم بروتين، يبقى الإجابة رقم ج. أي من المؤثرات التالية لا يستطيع أن يغير اتجاه نمو النبات المستحية؟ الضوء، لا الضوء بيغير، احنا عارفين طبعا حاجة خدناها السنة اللي فاتت، الانتحاء الضوئي والانتحاء الأرضي والانتحاء المائي، كل ده بيأثر في مين؟ في نمو مين؟ أي نبات، بما فيهم نبات مين؟ المستحية. الوحيد اللي مش هيأثر اللي هو مين؟ اللي هي اللمس. احنا عارفين طبعا اللمس بمجرد هنا إن هيحصل عملية ذبول لمين؟ لأوراق مين؟ نبات مين؟ المستحية. وعند زوال المؤثر هيبدأ هنا الورق يرجع كما كان مرة تانية. غياب جميع ما يلي، غياب خلي بالنا، يؤثر في بناء سلسلة تعديل البيبتايد اللي هي مكونة البروتين، ما عدا إيه يا ترى؟ أول حاجة عندنا الجينات المكونة لجزيء الـ RRNA، الجينات. إحنا عارفين طبعًا في حقيات النواة في عندنا أكتر من حوالي 600 نسخة من جينات مين؟ اللي هي الـ RRNA، وطبعًا دي بتدخل في تركيب مين؟ اللي هي ريبوسوم. تمام؟ معنى كده لو الجينات دي مش موجودة، معنى كده عندنا اللي هي إيه؟ ريبوسومات إيه؟ مش هتتكون، وبالتالي مش هيكون فيه بروتين عندنا، وبالتالي دي ما تنفعش معانا. رقم ب، انزيمات اللي هي بلمرة اللي هي الار ان ايه. تمام؟ طيب هل دي مهمة ولا لا؟ طبعا دي مهمة. طب ليه؟ احنا عارفين طبعا اللي هي اوليات النواة في عندنا اللي هو انزيم بلمرة لمين؟ للار ان ايه، واحد بس. تمام؟ اما بالنسبة لحقيقات النواة عندنا طبعا في ثلاث انواع من انزيمات اللي هي بلمرة مين؟ اللي هي الار ان ايه، وبالتالي هنا في كل واحد خاص بنسخ نوع معين من الانزيمات. احنا عارفين طبعا اللي هو الشريط اللي هو ال mRNA هيتنسخ من اللي هو النواه، ويبدا يروح لمين؟ للريبوسوم عشان يتم ايه؟ الترجمه بتاعته، وبالتالي برضك ده مش هينفع معانا. رقم ج عندنا اللي هي النوويه، هل النوويه مهمه؟ غيابها مش هيؤدي المشكله؟ لا طبعا في مشكله. احنا عارفين طبعا اللي هي النوويه بيتم فيها اللي هي بناء مين؟ اللي هي ايه؟ الريبوسومات في حقيات مين؟ النواه، وبالتالي برضك مش هتنفع معانا. نيجي الرقم د، احد قدونات الوقف. بيقول لي خلي بالي احد، ما بقولش كل، بقول لي احد قدونات الوقف، يعني لو في واحد من الثلاثه مش موجود هل هيعمل مشكله؟ لا، وبالتالي دي الاجابه عندنا. احنا عارفين طبعا في ثلاث قدونات وقف، اللي هو اول واحد عندنا اللي هو اليو اي اي، تمام، الثاني اللي هو اليو اي جي، الثالث عندنا اللي هو مين؟ اللي هو اليو جي اي. طب في واحد منهم اختفى، هل هيأثر على حاجة؟ لا مفيش مشاكل، البديل بتاعه أيا كان، احنا عاوزين واحد بس، أيا كان منهم مين هو اللي يقوم ايه بالمهمة، وبالتالي الإجابة عندنا الرقم مين؟ رقم د. إذا كان هناك 1280 حبة لقاح في مضغ زهر، كم سيكون عدد الخلايا الجرثومية الأمية اللي هي 2 نون في كل من كيس، في كل كيس لقاح، بفرض أن الأكياس بها نفس العدد، يا ترى 80 240 320 1280 نحسبها إزاي؟ هو مديني هنا مين يا جماعة؟ ده مديني مين؟ حبوب مين؟ حبوب اللقاح. تمام؟ وهو عاوز مين؟ عاوز اللي هو موجود داخل مين؟ اللي هي إيه؟ الأكياس. طيب نحسبها إزاي؟ نبص على الرسمة الأول. دلوقتي هنا مديني مين؟ اللي هي حبوب مين؟ حبوب إيه؟ اللقاح. قال لي عندي هنا حبوب اللي هي اللقاح اللي هي موجودة عندي، قال لي فيه عندي اللي هي حوالي اللي هي
1280 ايه حبة لقاح. دلوقتي هنا عشان عاوزين نحسب اللي هو موجود في ناحية داخل مين، اللي هي اكياس مين، اللي هي حبوب اللقاح، هنعمل ايه؟ احنا عارفين طبعا اللي هي بداية القصة، اللي عندنا هنا جوه الاكياس عندنا فيه 4 اكياس بتحتوي على مين؟ خلايا الجرثومية الامية، بيحصل لها انقسام ميوز ويكون لي مين؟ 4 جراثيم، تمام؟ اللي هي هيكون لي بعد كده مين؟ اللي هي ايه حبوب مين؟ اللقاح. احنا دلوقتي هنعمل بالعكس، احنا دلوقتي عندنا حبوب اللقاح عاوزين نحولها الاول لجراثيم، تمام؟ وبالتالي هنا هنبدأ نقسم على كام؟ على 4، وبعد ما اطلع الناتج اللي عندي هقسمه على 4 التانيين اللي هم بتوع مين؟ عدد اكياس مين اللي هي موجوده في المتق. يبقى اقسم الناتج اللي عندي اللي هو 1280 على 4، واللي يطلع عندي اقسمه مره تانيه على كام؟ على 4، اللي هي ايه؟ عدد اللي هي الاكياس بتاعت مين؟ حبوب اللقاح. يبقى عندنا اول حاجه زي ما احنا اتفقنا، عندنا قلنا 1280 اللي هو مدوني اهو حبوب اللقاح اقسم على كام؟ على 4، اللي هي عدد الخلايا الجرثوميه الصغيره، هيطلع اللي هي 320. ال 320 اللي هم طلعوا دول تقسمهم مره تانية على 4 اللي هي عدد الاكياس اللي عندنا، هيطلع اللي هي كام؟ 80. يبقى عند الاجابه كام؟ اللي هي 80، اللي هي رقم مين؟ رقم الف. جميع البوليمرات التاليه توجد بشكل اساسي في سيتوبلازم الخميره ما عدا بوليمرات زي ما احنا عارفين، يعني حاجه كبيره، عندنا حاجه طبعا حاجه اسمها اللي هي مونيمر اللي هي جزيئات الصغيره، وعندنا اللي هي البوليمر اللي هي جزيئات الكبيره زي مثلا البروتين او الكربوهيدرات او الاحماض النوويه، كل ده اسمها ايه؟ بوليمرات. الوحدات الصغيره بتاعتها اسمها ايه؟ مونيمر. هنا بيقول لي هنا جميع البوليمرات التاليه توجد بشكل اساسي في سيتوبلازم الخميره ما عدا مين يا ترى؟ احنا عارفين طبعا الخميره من حقيات النواه، وكمان موجود عندها بلازمينات، خلي بالنا من المعلومه دي. طيب بقول لي هنا اول حاجه عندنا احنا بندور خلي بالنا على ايه؟ ما عدا. فعندنا اول حاجه اللي هي البلازمينات، ما احنا لسه قايلين الخميره عندها بلازمينات وبالتالي دي ما تنفعش معانا. رقم ب، انزيمات بلمره اللي هي الدي ان ايه، طب ما هي حقيات النواه يعني عندها دي ان ايه، وبالتالي هيحصل ايه؟ بلمره، يعني هيحصل عمليه تضاعف، اذا دي محتاجها وبالتالي دي ما تنفعش معانا. رقم ج، البروتينات الهستونيه طبعا دي هي اللي مش موجوده، يبقى عندي هنا الدي ان ايه هنا غير معقد بوجود مين اللي هي ايه؟ البروتينات مين؟ الهستونيه، تمام؟ لانها مش موجوده في صوره صبغيات، لان الكائن ده اللي هو الخميره ده اللي هو احاد المجموعه الصبغيه عنده نون فقط. رقم ده اللي عندنا اللي هي انزيمات الربط، طبعا طالما في انزيمات بلمره يعني هيحصل تضاعف للدي ان ايه، هيكون في طبعا انزيمات مين؟ اللي هو الربط، اذا دي كمان ما تنفعش معانا. يبقى الاجابه رقم مين؟ رقم ج. الشكل البيان المقابل يوضح تركيز الأجسام المضادة الموجودة بدم شخص ما في شهري يناير اللي هو رقم ألف، يبقى ده خلال شهر يناير، ومارس اللي هو رقم ب، وده شهر مارس شهر تلاتة. أي من العبارات التالية تعبر عن هذا الشكل؟ إيه اللي قدامنا ده؟ زي ما احنا شايفين هنا تركيز مين؟ الأجسام المضادة، وعندنا هنا الزمن، ده شهر يناير، ده شهر إيه؟ شهر مارس. زي ما احنا شايفين ديت اللي هي التركيز هنا الأجسام المضادة في رقم اللي هو رقم ب أقل منين؟ من اللي هو رقم ألف. معنى كده اللي هي عندنا الأولانية ديت أهو، دي عبارة عن اللي هو في إصابة هنا، تمام؟ والإصابة دي مختلفة عن ديت، لأن ديت تعتبر مناعة إيه؟ مناعة أولية. يبقى عندي هنا اللي هي رقم ب ديت، دي مناعة أولية. أما عندي رقم ألف ده تركيز الأجسام المضادة أعلى أكتر، وبالتالي دي تعتبر إيه؟ مناعة إيه؟ اللي هي ثانوية، مناعة ثانوية. نشوف كده اللي ماشي معانا. رقم ألف بيقول لي انتجين سين، سين اللي هو ده يختلف عن انتجين صاد اللي هو ده، ويهاجم كل منهما الجسم لأول مرة. هل ده لأول مرة؟ هل التركيز زي بعضه؟ طبعا لا. لو كان عندي هنا لأول مرة كان عندي التركيز هيكون زي بعضه، إنما هنا مختلفين زي ما احنا شايفين في التركيز، وبالتالي هنا دول في 2 انتجين عندنا مش واحد فقط، وبالتالي ده غلط. رقم ب، انتجين سين تمام وانتجين صاد لنفس الميكروب الذي يهاجم الجسم المرة الأولى، هل نفس الميكروب؟ طبعا لا، احنا قلنا ده ميكروب وده ميكروب، وبالتالي ده غلط. رقم ج، انتجين سين وانتجين صاد تمام لنفس الميكروب ويهاجمان الجسم المرة التانية، برضه غلط. لو كان المرة التانية كان عندي هنا المناعة الثانوية هيكون هما الاتنين مناعة ثانوية، انما طبعا دي مناعة ثانوية زي ما احنا اتفقنا، وديت ايه؟ أولية، ده لأول مرة وده للمرة التانية لنفس الميكروب. رقم د، انتجين سين تمام يختلف عن انتجين صاد، ايوه، ويهاجم انتجين سين الجسم المره الثانيه،
بالتمام، عشان هنا مناعة سنوية زي ما احنا اتفقنا، وكون لي خلايا الذاكرة اللي بتقعد في الدم من 20 ل 30 سنة، وهنا تركيز الأجسام المضادة أعلى. لحد هنا صح تمام. بينما يهاجم الانتيجين صاد اللي هو ده المناعة الأولية الجسم لأول مرة، وبالتالي هنا تركيز الأجسام المضادة زي ما احنا شايفين بيكون إيه قليل، وبالتالي دي الإجابة عندنا اللي هي رقم مين؟ رقم د. من الإنزيمات التي ساعدت في معرفة التركيب الذي يحمل المعلومات الوراثية الخاصة بالكائن الحي، أول حاجة إنزيم اللولب. طب إنزيم اللولب كان بيفصل اللي هو شريطي اللي هو الدي إن إيه عن بعضهما، تمام، ويكسر اللي هي الروابط الهيدروجينية. إنزيم البلمرة ده كان بيضيف اللي هي النيوكليوتيدات اللي هي الجديدة، وبالتالي ما ينفعش معانا. عندنا رقم ب، بلمرة احنا لسه قايلين بيعمل ايه، ما ينفعش معانا. رقم ج، انزيم الدي اوكسي رايبونيوكليز وانزيم الرايبونيوكليز، ايوه هي دي الاجابه عندنا. طب ليه؟ احنا كان عندنا بالنسبه للعلماء كانت المشكله في حاجتين لو احنا فاكرين، يا ترى الدي ان ايه هي الماده الوراثيه ولا البروتين، كان محتارين مين فيهم، تمام، لحد ما جت اللي هي التجربه الحاسمه اللي هو اكتشاف مين، انزيم اللي هو دي اوكسي ريبونيوكليز اللي هو كان بيحلل اللي هو مين الدي ان ايه تحليل تام الى اللي هي ايه النيوكليوتيدات، وبالتالي ده عندنا اول حاجه. طب امال ايه التاني ده؟ ده اسمه انزيم اللي هو الريبونيوكليز، ده برضك بيحلل اللي هو الار ان ايه تحليل تام ويحوله الى نيوكليوتيدات، وبالتالي الاثنين دول كان لهم ايه الفضل. رقم د، انزيم اللي هو تاج بوليماريز، طبعا ده من بيتحط فيه اللي هو جهاز اللي هو بي سي ار، وطبعا ده عشان يضعف مين اللي هي قطع ايه مين اللي هو الدي ان ايه. انزيمات القصر طبعا ده بيقص مين اللي هو الدي ان ايه في اماكن معينه بسميها مواقع التعرف، برضك ملوش علاقه. يبقى اذا الاجابه عندنا رقم مين؟ رقم ج. من الشكل المقابل تمثل المنطقه س، يا ترى ايه؟ ايه اللي قدامنا ده؟ زي ما احنا شايفين هنا كاتب لي هنا اللي هو مين، غشاء اللي هو الرهل، احنا عارفين طبعا اللي هو الغشاء الرهل ده اللي هو بيحيط بيه اللي هو الجنين، وطبعا ده بيحتوي على سائل، وطبعا ده المهمه بتاعته الرئيسيه زي ما احنا عارفين بيحمي الجنين من ايه، من الجفاف وبتحمل ايه الصدمات. طيب عندنا هنا اللي هو سائل مين اللي هو الامنيوني، وعندنا طبعا س ده اللي هو عباره عن مين، عباره عن اللي هو المشيمه، يبقى ده عباره عن اللي هو المشيمه، وطبعا ده اللي هو عباره عن مين، الحبل ايه، الحبل السري. طيب هو هنا بيسألنا على سين، سين اللي هي مين؟ اللي هي المشيمة، وطبعا عندنا في شعيرات دموية اهو دي أوردة، وفي الأحمر ده اللي هي إيه؟ اللي هي شعيرات اللي هي إيه؟ الشريانية. إحنا عارفين طبعا المنطقة ديت أهو رقم أ هنا بيقول لي إيه؟ منطقة تبادل الغازات، تنفع معانا؟ أيوه تنفع وزي الفل. طب ليه؟ ما إحنا عارفين طبعا اللي هو أهمية المشيمة، مهمتها نقل المواد الغذائية المهضومة والمية والأكسجين والفيتامينات منين لفين بقى؟ من دم الأم، من دم الأم إلى مين؟ إلى دم الجنين. طب الكلام ده هيتم إزاي؟ عن طريق مين اللي هي خاصية الانتشار، من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، وبالتالي هنا يتم في المكان ده عملية مين اللي هي تبادل مين؟ تبادل الغازات زي الأكسجين. هنا الأم هتدي للجنين اللي هو غاز الأكسجين، والجنين هيدي للأم هنا اللي هو مين؟ غاز مين؟ ثاني أكسيد الكربون عشان يتم التخلص منه. رقم ب بيقول لي الجزء الجنيني من المشيمة جزء جنيني؟ لا طبعا، جزء من الغشاء اللي هو الرهلي، عند الغشاء الرهلي اليمة التانية اهو، جزء من الحبل السري، الحبل السري عندنا، وبالتالي هنا ده ما ينفعش معانا. يبقى إذا الإجابة عندنا مين؟ رقم مين؟ رقم ألف. أي الخلايا التالية الأعلى تخصصا؟ رقم ألف عندنا مدينا هنا مجموعة من الأشكال زي ما احنا شايفين. ألف هنا طبعا ده عبارة عن جسم مضاد، معنى كده ديت اللي هي رقم ألف ديت دي عبارة عن خلايا مين؟ اللي هي الخلايا البائية. الخلايا البائية البلازمية اللي هي بتنتج مين اللي هي الأجسام مين المضادة. عندنا هنا اللي هي الخلية، وعندي هنا في المستقبل اللي هو سي دي 4، معنى كده اللي قدام ديت عبارة عن مين اللي هي عبارة عن خلية ايه اللي هي التائية، يبقى اللي قدام ديت اللي هي خلية مين التائية اللي هي تي اتش المساعدة، بترتبط طبعا عن طريق اللي هو المستقبل بتاع اللي هو سي دي 4 بالمركب اللي هو بينتج منين، من ارتباط اللي هو الانتيجينات مع بروتين التوافق النسيج اللي هو الام اتش سي. عندنا طبعا ديت عبارة عن طبعا ديت الرقم ده الاول دي عباره عن خليه بلعميه كبيره، خليه بلعميه كبيره، وعندنا ديت اهو اللي هي احدى خلايا الدم البيضاء اللي هي بتقوم برضه بعمليه مين، عمليه اللي هي الابتلاع، يبقى هنا اللي قدام ديت برضه خليه ايه، تعتبر خليه ايه بلعميه ايا كان نوعها ايه. هنا بيقول لي ايه في السؤال، عاوز الخلايا الاعلى تخصص، مين اعلى تخصص فيهم؟
طبعا عندنا اعلى واحده في التخصص اللي هي مين، اللي هي الخلايا مين، اللي هي البائيه، لانها بتنتج نوع معين من الخلايا مين، بتنتج نوع معين من اللي هي الاجسام المضاده، وكل جسم مضاد بيهاجم انتيجين معين، يعني عالي التخصص. يبقى الاجابه عندنا رقم الف. في الشكل التالي اذا علمت ان س تمثل حشره نحل العسل، يبقى س ديت حشره نحل العسل، واحنا عارفين اللي هي حشرة نحل العسل بتحتوي على اللي هي 2 نون، فإن كل من صاد وعين يمثلان صاد وعين، يا ترى إيه؟ طب نبص لصاد الأول، صاد إيه ده؟ هنا 2 نون أصبح نون، معنى كده ده انقسام مين؟ ميوزي، انقسام ميوزي، وده اللي هو عبارة عن اللي هو البيض، هنا تحول لإيه؟ مرة تانية ل2 نون، معنى كده ده عبارة عن مين؟ عبارة عن اللي هو تقاصر جنسي اللي هو الإخصاب، يبقى ده تقاصر جنسي، والتقاصر الجنسي زي ما احنا عارفين بيكون حاجة من الاتنين، يا إما ملكات يا إما شغالات على حسب نوع الغذاء. طب نيجي لليمة التانية، 2 نون اتحول لنون، يعني ده عبارة عن اللي هو البيض، تمام؟ يبقى ده اللي هو البيض. النون هنا اتحول لنون مرة تانية، معنى كده ده عبارة عن ايه؟ توالد بكري، اللي انا بسميه تقاصر لا جنسي، وطبعا زي ما احنا عارفين بينتج مين؟ اللي هي الذكور فقط. عاوز ايه هو بقى؟ بيقول لي هنا فإن كل من س وصاد، فإن كل من صاد وعين، صاد وعين، صاد وعين عبارة عن ايه؟ طبعا زي ما احنا شايفين عبارة عن ايه؟ بيضة فقط، اللي هي البيضات فقط. يبقى الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم ب. الشكل المقابل يوضح إحدى التجارب العملية، حيث قام أحد الباحثين بوضع بكتيريا إشيريشيا كولاي في وسط غذائي س، تمام، س يحتوي على N15 مشع، يبقى عندي هنا N15 مشع، ثم قام بعزل خلايا بكتيرية محتواها الجيني يحتوي على N15، يبقى عندي هنا الأحمر ده N15، الأزرق ده N14. ووضعها في وسط غذائي صاد اللي هو ده يحتوي على N14 اللي هو النيتروجين العادي، فإن عدد الخلايا البكتيرية الذي يكون محتواها الجيني N15 فقط في الجيل الثالث، الجيل الثالث يا ترى كام في المية؟ 0.248. نعملها ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا خلية اللي هي في البداية خالص كانت كام؟ N15 اهيت دي N15، الخط الأحمر ده عبارة كل واحد عبارة عن اللي هو شريط اللي هو الـ DNA، حطيناها بعد كده نقلناها في مين؟ في اللي هو N14، وعندي هنا في 3 أجيال متوالية، فعندنا كده أول جيل إيه اللي هيحصل فيه؟ طبعا ده N15، إحنا قلنا الأحمر ده N15 والأزرق اللي أنا هعمله كمان شوية هيكون N14، فعندنا الأحمر ده هيبدأ يحصل له عملية تضاعف، فإديني كده بالنسبة لي كده ده خيط شريط وده الشريط التاني. هنا يكون هنا اللي هو خيطين اهمت، يبقى كده عندي ده اللي هو جيل رقم كام؟ رقم واحد. يبقى الجيل رقم واحد طلع لي زي ما احنا شايفين كده هما الاتنين مهجنين، تمام؟ طيب نيجي للجيل رقم اتنين، ايه اللي هيحصل؟ عندي الشريطين دولت هيكون في واحد اهو، ده واحد وده واحد الأحمر، والأزرق قدامي اهو، ده الأزرق. طيب انا حطيته دلوقتي في ان كام؟ في ان 14، يعني كل الشريط المقابل هيكون ان 14، الازرق ده 14، ده اللي هو الجيل رقم كام؟ رقم 2، تمام. طب نيجي للجيل رقم 3، الجيل رقم 3 انا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا زي ما احنا شايفين كده الاثنين دول، تمام، فيديني واحد احمر اهو والباقي المقابل له اهو، ادي واحد والاثنين دولت ادي واحد وادي واحد. طيب حلو قوي، نيجي هنا التاني اهو نفس الكلام، الأحمر ده اهو، وعندي التلاتة التانيين أزرق، أدي واحد اتنين تلاتة، أنا حاطه في خلي بالك في وسط مين؟ اللي هو إن 14 عادي، فالشريط المقابل هيكون كله 14، اه المقابل كله 14، ده المقابل اهو، حلو قوي، ده جه رقم كام؟ رقم 3. دلوقتي هو بيستنى على الجيل مين؟ رقم 3 ده، الجيل رقم 3 اللي هو طلع لي 8 أفراد، ده 1 2 3 4 5 6 7 8، بيسألني هنا فيه
يا ترى مين المحتوى الجيني بتاعه ان كام؟ 15 فقط، خلي بالي فقط. هل هنا في ان 15 بس؟ لا، ده في اتنين مهجنين زي ما احنا شايفين، والباقي كله ان 14. مفيش هنا ان 15 زي ده، انا عندي الاحمر ده لو ان كام 15، وبالتالي هنا النتيجة هيكون عندي كام؟ اللي هي صفر. يا رب أكون فهمناها. الشكل المقابل يوضح دورة حياة قنديل البحر. يعبر الحرف س عن عملية، يا ترى انقسام ميوزي ميتوزي ميوز. المهم نشوف، بص كده الرسم الأول كده، ده عبارة عن ذكر ده أنثى. هنا الذكر طلع حيوانات منوية، الأنثى طلعت البويضة، حصل عملية إخصاب، تكون زيجوت. الزيجوت هيحصل فيه انقسام ميتوزي، هيكون حاجة اسمها يرقة. اليرقة دي يحصل فيها انقسام ميتوزي، هيكون حاجة اسمها سليلة. بعد كده هتبدأ تتمايز انقسام ميتوزي تاني، ثم تتمايز إلى أفراد اللي هي الأنثى والذكر. طيب نختار مين بقى ترى؟ انقسام ميوزي؟ لا مفيش ميوزي. ميتوزي؟ أيوه في ميتوزي. طيب دي معانا. انقسام ميوزي احنا قلنا لأ. طب في ميتوزي وفي تميز أنسجة وفي ميتوزي، بس نختار مين؟ هنختار رقم د. طب ليه؟ أنا عندي يعني إيه تميز أنسجة أصلاً؟ تميز الأنسجة يعني دي قطعة عبارة عن كتلة زي ما إحنا شايفين مش واضحة المعالم. هنا أصبح عندي هنا في ذكر وفي أنثى، الاتنين واضحين. تميزت الأنسجة يعني أصبحت واضحة بالنسبة لي، شايف الذكر مين وشايف الأنثى مين، فده اسمه إيه؟ تميز أنسجة. عشان كده هنختار رقم مين؟ رقم د. أي مما يلي يحدث عند قطع وتر أخيل. وتر أخيل زي ما احنا عارفين ده بيربط، وطالما وتر يعني معنى كده هيربط اللي هي عضلة بعظمة. طيب العضلة اللي هي مين؟ اللي هي العضلة التوأمية، اللي هي عضلة بطن مين؟ اللي هي الساق. هيربطها بمين؟ بالعظمة اللي هي عندنا، اللي هي عظمة مين؟ اللي هي الكعب، وبالتالي بيساعد على إيه؟ على الحركة. طب هنا بيقول لي رقم أ يمكن رفع القدم. يمكن رفع القدم، احنا دلوقتي عاوزين حاجة تحصل نتيجة مين؟ القطع مين؟ الوتر. أي حاجة خلاف كده ماليش علاقة بيها. طب رفع القدم ماله ومال وتر أخيل أصلا؟ أنا عندي أصلا اللي هي القدم متصلة بمين؟ اللي هي عبارة عن اللي هو رز القدم بالأمشاط بالأصابع، كل ده متصل بمين؟ بالقصبة، وبالتالي ملوش علاقة بمين؟ بإيه؟ بالوتر. تمام؟ نيجي رقم ب، يمكن شد الساق والقدم. شد الساق والقدم، ما الساق متصلة بالقدم فأقدر أشدها، بس هنا ملوش علاقة بمين؟ بالوتر، إذا ده كمان ما ينفعش معايا. لا يمكن ثني القدم، أيوه هي دي اللي أنا بدور عليها، يبقى عندي هنا الإجابة اللي هي مين؟ رقم ج. عندي هنا لا يمكن ثني مين؟ القدم. ليه؟ علشان الوتر ده زي ما إحنا اتفقنا المهمة بتاعته زي ما إحنا قلنا بيحرك مين؟ بيحرك اللي هي عظام مين؟ اللي هي عظام اللي هي إيه؟ القدم. وبالتالي هنا ما أقدرش أثني مين؟ اللي هي إيه؟ القدم. رقم د، لا يمكن ثني الساق. طب الساق ماله ومال الوتر اخيل اصلا؟ الساق زي ما احنا عارفين هيكون متصل بمين؟ ب اللي هو عظمه اللي هي الفخذ عن طريق اللي هو مفصل الركبه، وبالتالي هنا ملوش علاقه، اذا ده كمان ملوش علاقه، يبقى اذا اللي هي الافضل عندنا رقم مين؟ رقم ج. نفتكر مع بعض، طبعا ده عندنا اللي هي عظام اللي هي كعب القدم، وعندنا هدي اللي هي العضله الخلفيه وبسمات توأميه، وعندنا ده اللي هو مين؟ وتر اخيل. لو الوتر ده اتقطع ما اقدرش اتحكم في مين دلوقتي؟ في اللي هو ثاني مين اللي هو اللي هو مين اللي هو عظام مين؟ عظام اللي هي ايه؟ القدم. تتشابه المستقبلات، تتشابه خلي بالي مع انزيمات نزع السميه طرف ايه؟ انها غير متخصصه. هل هما الاثنين غير متخصصين؟ لا، احنا عندنا تعتبر المية المستقبلات دي تعتبر اللي هي متخصصه، اما اللي هي انزيمات نزع السميه تعتبر اللي هي ايه؟ غير متخصصه، وبالتالي ما تنفعش معايا. رقم ب، أن يكون أعلى تركيز لها أثناء الإصابة بالميكروب، إيه رأيكم؟ هما الاتنين بيزيدوا أثناء اللي هي الميكروب، أيوه يبقى الاتنين ديت يمشوا معايا هما الاتنين. رقم ج، أنها موجودة سلفًا في النبات، موجودة قبل كده في النبات. طب أنا عندي اللي هي المستقبلات دي أصلًا موجودة في النباتات السليمة، تمام، والمصابة، بس تركيزها بيزداد إمتى؟ بعد الإصابة. أما بالنسبة اللي هي إنزيمات اللي هي نزع السمية، طبعًا دي بيكون هي عبارة عن بروتينات غير موجودة أصلًا فين؟ في النباتات، وبتبدأ تتكون نتيجة مين؟ اللي هي حدوث مين؟ الإصابة، إذًا دي كمان ما تنفعش معايا. رقم د، أنها ذات تأثير منشط ضد الميكروب، عندنا طبعًا اللي هي المستقبلات ديت اللي هي منشطة ضد الميكروبات، إنما طبعًا اللي هي إنزيمات نزع السمية طبعًا ديت بتبدأ إيه؟ تقلل اللي هي مين؟ سمية مين؟ اللي هي الميكروبات، وبالتالي الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم ب. نخلي بالنا برضك ان عندنا اللي هي انزيمات اللي هي نزع السميه
دي زي ما احنا عارفين انزيمات بتنتجها اللي هي نباتات، تمام، ودي بتبدأ تثبط وبتبدأ اللي هي تبطل سمية مين اللي هي المواد ايه السامة، وبالتالي برضك رقم د ما تنفعش معانا. الشكل المقابل يوضح كيفية الحصول على جين الانسولين عن طريق شريط ال mRNA يمثل كل من الانزيم سين والانزيم صاد على الترتيب يا ترى ايه؟ ومديني هنا بلمرة وفي نسخ عكسي. طيب نبص كده على الشكل كده، لما نيجي نبص على الشكل اللي قدامنا ده عبارة عن اللي هو ال mRNA وده الدي ان ايه، وهنا سين اللي هو بيسألنا عليه. سين زي ما احنا شايفين شغال في الاتجاه، السهم بتاعه طالع لفوق يعني شغال من الاتجاه 3 5، تمام. طيب معنى كده ان ده شغال في عكس الاتجاه، يعني يحول ال mRNA الى ايه، الى دي ان ايه، فده بسميه اللي هو النسخ العكسي، يبقى ده شغال في الاتجاه العكسي. اما بالنسبه ليه اللي هو الانزيم التاني اللي هو صاد، عندنا زي ما احنا شايفين ده القالب الاصلي وهو شغال في الاتجاه ده، يعني الشريط الجديد اللي هو 5 3، واللي بيشتغل في اتجاه 5 3 على الشريط الجديد اسمه ايه؟ انزيم البلمره، بلمره اللي هو الدي ان ايه. يبقى عندي سين ده اسمه ايه؟ نسخ عكسي. يبقى الاجابه عندنا رقم نسخ عكسي ثم بلمره اللي هو الدي ان ايه اللي هي رقم ب. يبقى الاجابه رقم ب. عرفنا منين؟ من اتجاهات الاسهم، ده شريط الام ار ان ايه، السهم زي ما احنا شايفين طالع كده، وانا عندي ده اتجاه مين؟ 3 5 على القالب الاصلي، تمام، وبالتالي هنا شغال في عكس الاتجاه فده بسميه نسخ عكسي. هنا شغال عكس اللي هو المعتاد بالنسبة لنا، المعتاد بالنسبة لنا هنا نيجي لصاد، نيجي الرقم صاد، صاد زي ما احنا شايفين ده القالب الأصلي اللي هو 3 5، وبيبدأ يبني من 5 3، يعني ده الاتجاه بتاعه الصحيح، فإذا ده اسمه ايه اللي هو مين؟ اللي هو انزيم مين؟ بلمرة مين؟ اللي هو الدي ان ايه. احنا عارفين طبعا اللي هو انزيم النسخ العكسي يقدر يحول اللي هو الام ار ان ايه الى ايه؟ الى دي ان ايه. اي اشكال الحيوانات المنويه التاليه صالح للاخصاب وتكوين الجنين؟ يعني في واحد فيهم هنا صح، يا ترى مين؟ طب اول حاجه عندنا كده رقم الف ينفع معانا، لما نيجي نداق النظر كده في رقم الف، رقم الف زي ما احنا شايفين كده القطعه الوسطى عندنا هنا ما فيهاش ميتوكوندريا، احنا هنا في ميتوكوندريا اهو، هنا ما فيش ميتوكوندريا، تمام، فاذا ده بالنسبه لنا ما ينفعش. احنا عارفين طبعا اللي هي الميتوكوندريا طبعا دي اساسيه لايه؟ ليه الحصول على الطاقه والحركه. رقم ب عندنا، رقم ب زي ما احنا شايفين اللي هو السنتر يولين اللي هو موجود في اللي هي منطقه العنق مش موجود، واحنا عارفين طبعا اللي هو السنتر يولين ده له دور في عمليه مين اللي هي انقسام مين؟ البويضه المخصبه، وبالتالي برضك ما ينفعش معانا. رقم ج عندنا برضك ما ينفعش عشان هنا الديل قصير جدا، وبالتالي هنا حركه الحيوان منه هيكون بطيئه جدا. رقم د هي الإجابة الصحيحة عندنا، يبقى عندنا الإجابة رقم مين؟ رقم د، عشان ده عبارة عن 4 حاجات زي ما احنا شايفين كده، اللي هو الرأس واللي هو العنق ثم اللي هي القطعة الوسطى ثم ايه الديل وكل حاجة موجودة فيه، إذا ده الإجابة الصحيحة. المواد التي يتزامن تزايدها مع تناقص الخلايا البائية البلازمية، لما يقل الخلايا البائية مين اللي هيزيد معايا؟ طبعا اللي هي الخلايا مين اللي هي تي اس زي ما احنا عارفين، بتفرز اللي هو الليمفوكاينات، تمام، اللي هي الخلايا اللي هي التائية المثبطة اللي هي تي اس، هتفرز لمين اللي هو الليمفوكاينات، وبالتالي هنا الليمفوكاينات لما يبدأ يزداد معانا هيبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ يوقف مين؟ هيبدأ يوقف اللي هي الخلايا البائية اللي ايه البلازمية عن انتاج مين اللي هي الاجسام مين المضادة، وبالتالي دي الاجابة عندنا. طب نيجي الحاجة التانية اللي هو عندنا مين اللي هو البيورفين، احنا عارفين طبعا ده اللي هو البيورفين الكلام ده في حالة اللي هي تي سي اللي هي الخلايا القاتلة بتفرز اللي هو البيورفين، وطبعا ده عبارة عن ايه اللي هو صانع مين؟ صانع اللي هو ايه الثقوب. نيجي بعد كده عندنا اللي هو مين اللي هو الانتر ايه فيرونات، احنا عارفين طبعا اللي هي الانتر فيرونات زي ما احنا عارفين طبعا دي بتمنع اللي هي الفيروسات منين؟ من التكاثر والانتشار، يعني ملهاش علاقة. نيجي للمتممات، طبعا المتممات بتتزايد مع تزايد مين اللي هي الخلايا مين اللي هي ايه اللي هي البائيه اللي هي نتيجه وجود الاجسام مين المضاده، واحنا عارفين طبعا اللي هي المتممات بتبدا تدوب اللي هي المحتويات بتاعه اللي هي الانتيجينات عشان تخليها في متناول مين اللي هي الخلايا مين اللي هي البلعميه، برضك ما تنفعش معانا. يبقى الاجابه زي ما احنا اتفقنا اللي هي مين؟ الليمفوكوينات. مرض البول السكري الكاذب يسببه نقص في افراز هرمون الاي دي اتش، نقص بالدم، ويكون من أعراضه
طب دلوقتي هنا قال لي ايه؟ نقص في افراز مين؟ الاي دي اتش. احنا عارفين طبعا اللي هو الاي دي اتش ده بيفرز من اللي هو الفص الخلفي المين للغده النخاميه. طب بيعمل ايه ده؟ ده المهمه الرئيسيه بتاعته لو احنا فاكرين، بيقلل كميه البول. طب هيقللها ازاي؟ عن طريق اللي هي اعاده مين، اللي هي امتصاص الميه منين؟ من النفرونات. طب حلو قوي. طب دلوقتي هنا نقص، ايه اللي هيحصل لكميه البول؟ يا ترى هتزيد ولا تقل؟ طبعا هتزداد، يبقى نتيجه نقص اللي هو الافراز هرمون ده هيؤدي مين؟ الى زياده اللي هو مين؟ كميه البول. طب نشوف كده الاختيارات. بيقول لي رقم ألف انخفاض نسبة الصوديوم بالدم. طب وصوديوم ماله أصلا؟ الصوديوم ملوش علاقة، الكلام ده أنا بتكلم على الألدوسترون، ده ملوش علاقة بالبول وملوش علاقة بالصوديوم، فإذا ده بالنسبة لي غلط. رقم ب انخفاض أسموزية السوائل بأنسجة الجسم. هل الأسموزية ودلوقتي كمية البول زادت، تمام؟ هل هنا يؤدي إلى انخفاض الأسموزية ولا هتزيد؟ لا هتزيد، وبالتالي دي غلط. رقم ج زيادة عدد مرات التبول، ودلوقتي كمية البول زادت، صح، وبالتالي هيزداد معنا مين؟ عدد مرات التبول، إذا دي إجابة صحيحة. عدم الشعور بالعطش، عدم الشعور بإيه؟ بالعطش. ما طالما كمية البول زادت معنى كده الإنسان هيشعر بإيه؟ بالعطش، إذا دي كمان غلط بالنسبة لنا، يبقى الإجابة رقم ج. الثلاثية A T G على الشريط دي إن إيه في الشريط غير الناسخ لجزيء الـ RNA يمثل الثلاثية المتكاملة مع شفرة دي إن إيه، يا ترى الإيه؟ طب دلوقتي عندنا مين؟ A T G، عندنا A T G ده على مين؟ قال على إيه؟ في الشريط غير الناسخ، غير الناسخ. طب ما نجيب الناسخ منه كده الأول، الناسخ اللي هو يكون عكسه، تمام؟ الـ A هيقابلها الـ T، الـ T هيقابلها الـ A، الـ G هيقابلها الـ C، اللي أنا جبته ده على مين؟ على اللي هي تتكامل معه على الشريط مين؟ الناسخ. طب حلو أوي، نجيب بعد كده اللي هو على مين بقى؟ الـ mRNA، تمام؟ اللي هو كودون، كودونات اللي هي موجودة على مين؟ على الـ mRNA. طيب عندنا الـ T هيقابلها مين؟ اللي هو الـ A، واللي هي الـ A هيقابلها إيه؟ الـ U، والـ C هيقابلها إيه؟ الـ G، ده على مين؟ على شريط مين؟ اللي هو الـ mRNA. طيب ده بالنسبة لنا كده ده اسمه إيه؟ ده كودون البدء، يبقى ده اسمه إيه؟ كودون البدء. نشوف كده الاختيارات. أول حاجة عندي هنا بيقول لي إيه؟ كودون وقف على شريط النسخ، ايه رأيكم؟ ده كودون وقف ولا بدء؟ ده بدء. احنا كودون الوقف لو احنا فاكرين كان عندي حاجة من ثلاثة، يا اما يو اي اي، يا اما اللي هي يو اي جي، يا اما يكون عندي يو جي اي، مفيش ولا واحد من دول، تمام؟ اذا ده بالنسبة لنا غلط. رقم ب كودون البدء على شريط النسخ، كودون البدء، ايوه دي الاجابه الصح. احد الاحماض الامينيه غير الميثيونين، ها هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط برضك، تمام؟ احنا عارفين طبعا اللي هو اليو جي ده هيترجم لمين؟ اللي هو ايه؟ الميثيونين. الرقم ده اللي عندنا موقع ارتباط الحمض الاميني بجزيء اللي هو تي ار ان اي. احنا عارفين طبعا ان الموقع لارتباط الحمض الاميني ب اللي هو تي ار ان اي هيرتبط عند الطرف اللي هو كام؟ عند الطرف 3، عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو سي سي اي، تمام؟ وبالتالي ده برضه كمان ايه؟ غلط بالنسبه لنا، ما ينفعش. اذا الاجابه زي ما احنا اتفقنا رقم مين؟ رقم ب. يتشابه الشكل المقابل وظيفيا مع ايه اللي قدامنا ده؟ ده عباره عن قطاع عرضي، قطاع عرضي في المتوك، والمتوك زي ما احنا عارفين بيحتوي على اكياس، اربع اكياس، والاكياس بتحتوي داخلها على مين؟ بتنتج مين؟ اللي هي ايه؟ حبوب اللقاح. وحبوب اللقاح دي عبارة عن أمشاج مذكرة. حلوة أوي، مين اللي هيتشابه بقى معاها؟ أول حاجة بقول لي الأطوار المشاجية للبلازموديوم. طب ما الأطوار المشاجية بتشمل حاجتين، أطوار مشاجية مذكرة مؤنثة، هل شكل كده مذكرة؟ طبعا لأ. رقم ب أرشوجينيا كزبرة البئر، الأرشوجينيا إحنا عارفين مؤنثة، تمام؟ وبالتالي ما تنفعش معانا، إحنا عاوزين حاجة مذكرة.
رقم جيم انسريديا الفيوجير، ايوه هي دي الاجابه، انسريديا الفيوجير دي تعتبر امشاج مذكره مشابهه لمين؟ ليه؟ اللي هي بتاعت مين؟ حبوب اللقاح. رقم دال زيجوسبور الاسبيروجيرا، طبعا زيجوسبور زي ما احنا عارفين دي بيكون داخلها 2 نون ومحاطه بغلاف سميك، وطبعا غير مشابه لمين؟ لان حبوب اللقاح بتحتوي على نون نص الماده الوراثيه، انما دي بتحتوي على ايه؟ على كل الماده ايه؟ الوراثيه، اذا دي كمان ما تنفعش معانا. المواد التي تزيد عند موقع الجرح، حصل التهاب، تمام؟ يا ترى ايه اللي هيزيد عند موقع الجرح؟ انهي ماده من دولت؟ طبعا اللي هيزداد معانا يا ترى اول حاجه رقم الف الكيموكاينات، هتزداد؟ ايوه هتزداد. طب ليه؟ ما احنا عارفين اللي هي الكيموكاينات زي ما احنا عارفين المهمه الرئيسيه بتاعتها بتعمل ايه؟ بتجذب اللي هي الخلايا اللي هي المناعيه البلعميه الكبيره اللي هي موجوده في الدم لمكان مين؟ لمكان الجرح، علشان تلتهم اللي هي الاجسام مين؟ الغريبه. اذا ديت معايا صح. طب نيجي رقم 2 اللي هي مين؟ الانترليكونات. الانترليكونات زي ما احنا قلنا عامله زي السنترال اللي هي اداه ربط بتربط بين اللي هي جهاز المناعه وبعضه، بس هنا ملهاش علاقه بالقصه ديت. رقم جيم عند اللي هي الانترفيرونات، احنا عارفين طبعا اللي هي الانترفيرونات طبعا ديت هنا المهمه بتاعتها الرئيسيه بتمنع مين؟ الفيروس من التكاثر والانتشار في الجسم، ملهاش علاقه هنا بالفيروس. رقم د متممات، طبعا المتممات دي بتزيد لما يكون عندي اجسام مضاده كتيره، تمام؟ وانا عندي هنا بقول لي ايه مكان جرح، يعني انا بتكلم هنا على اللي هي المناعه من اللي هي ايه الدرجه الثانيه، تمام؟ وبالتالي هنا مش هتنفع معايا. احنا عارفين طبعا المتممات بتدوب وبتحلل اللي هي الانتيجينات اللي هي موجوده على مين؟ على سطح اللي هي الميكروبات، وبتبدا ايه تدوبها، اذا دي كمان ما تنفعش معايا، يبقى الاجابه رقم الف. حدوث الدعامه الفسيولوجيه في نبات الذره يعتمد اساسا على وجود ايه؟ دعامه فيسيولوجيه، يبقى دور على حاجه من الثلاثه، يا ميه يا فجوه عصريه، تمام؟ يا ميه فجوه عصريه يا خاصيه اسموزيه. رقم ا بيقول لي جدار خلوي، ملوش علاقه. غشاء بلازمي، لا ملوش علاقه. فجوه عصريه، ايوه بيعتمد عليها، تمام؟ الفجوه زي ما احنا عارفين بتحتوي على بعض الاملاح وبعض السكريات وكميه من الميه، فده هي الاساس بالنسبه لي. يا ترى النبات هيبدا يمتص الميه ولا يفقد الميه على اساس اللي هو التركيز بره وخارج مين؟ داخل وخارج مين؟ اللي هو الفجوه ايه؟ العصريه. رقم د اللي هي بلاستيدا ملهاش علاقه، يبقى اذا الاجابه رقم مين؟ رقم ج. الشكل المقابل يوضح عمليه تكوين بروتين الكازين الموجود في اللبن. اي العبارات الاتيه تعتبر صحيحه؟ في حاجه صح عندنا هنا، ايه اللي قدامي هنا؟ ده جين اللي هو الكازين، وهنا في عمليه اسمها عمليه سين اتحول هنا س حولته الى الام ار ان ايه. طب دلوقتي هنا حصل عمليه اسمها عمليه ايه؟ عمليه نسخ. عمليه نسخ، وعمليه النسخ زي ما احنا عارفين بتتم في ناحيتها، بتتم داخل النواه، تمام؟ طيب اتنسخ وكون مين؟ الام ار ان ايه. بعد كده هيروح لمين؟ المفروض يروح للريبوسوم علشان تتم عمليه مين؟ عمليه اللي هي الترجمه. يبقى عمليه مين؟ عمليه الترجمه. طيب عملية الترجمة وعملية بناء البروتين هتتم في ناحيتها، هتتم داخل اللي هو الريبوسومات اللي هي موجودة فين؟ اللي هي موجودة في السيتوبلازم. طب دلوقتي هو بيسألنا على المكان، صح؟ تحدث العملية س في ناحيتها، تحدث مكانها يعني في س، احنا قلنا فين؟ في النواة، ايوه، وصاد فين؟ في السيتوبلازم. يبقى اذا دي الإجابة الصح اللي هي رقم ألف. رقم ب بيقول لي تحدث العملية صاد في النواة، صاد في النواة، احنا قلنا في السيتوبلازم، لا. ج تحدث كل العمليتين س وصاد في النواه، لا احنا قلنا دي نواه دي سيتوبلازم. تحدث كل من العمليتين س وصاد في السيتوبلازم، برضه غلط، الكلام ده لو هي اوليات نواه، انما ديت حقيات مين؟ حقيات نواه، وبالتالي الاجابه عندنا اللي هي مين؟ رقم الف. الشكل المقابل يوضح احدى صور التكاثر لفطر وحيد الخليه. تمثل الخليه الاميه يا ترى مين؟ ده الحجم عندنا، ده الخلايا ودي الخلايا الاميه، كون لي هنا كائنين همت خلايا البنويه، في واحد كبير اكبر من الثاني، معنى كده انا بتكلم على فطر مين؟ اللي هو فطر الخميره. طبعا ده فطر وحيد الخليه، تمام؟ ده اللي هو بيمثل اللي هو س اللي هو 2 نون، بيبدا هنا يكون لي اللي هم كائنين اللي هي الخلايا الام ومتصل بها ايه؟ البروم او منفصل عنها ايا كان، ده بيتكون من 2 نون وده بيتكون من 2 نون. هو بيقول لي ايه بقى هو هنا؟ عاوز ايه؟ عاوز يقول لي هنا تمثل الخليه الاميه مين يا ترى؟ في الخلايا الأمية طبعا ديت اللي هي مين؟ اللي هي سين، إنما دي اسمها الخلايا البنوية، يبقى دي أمية ودولت إيه؟ بنوية، دي أمية وديت إيه؟ بنوية.
يبقى الأمية اللي هي س فقط، يبقى عندي الإجابة اللي هي رقم أ اللي هي إيه؟ س فقط. أي الاختيارات بالجدول التالي يوضح الفرق بين الخلايا الليمفاوية البائية والتائية؟ دي البائية ودي التائية. أول حاجة عندي بيقول لي تكون، بتكلم على البائية، تكون خلايا بائية بلازمية تنتج أجسام مضادة، الكلام ده صح؟ أيوه صح وزي الفل. لا تكون خلايا بلازمية، ما هي فعلا ما بتكونش خلايا بلازمية، بإذن دي العبارة الصحيحة عندنا. نشوف الباقيين. تحفز الخلايا البلعمية للقيام بعملية البلعمة. ها صح ولا الكلام ده غلط؟ طبعا الكلام ده غلط، ملهاش علاقة. لا تحفز الخلايا البلعمية للقيام بعملية البلعمة، إيه رأيكم؟ الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط، لأن في عندي اللي هي تي اتش بتحفز، تمام؟ وبالتالي ديت غلط. رقم ج، تتكون داخل نخاع العظام، طيب ماشي صح. تتكون داخل الغدة التيموسية، هل بتتكون داخل الغدة التيموسية ولا تنضج داخل الغدة التيموسية؟ ده بتنضج وبالتالي دي غلط. تنشط الخلايا التائية القاتلة، طبعا لا ملهاش علاقة، تمام؟ ده انا عندي تي اتش هي اللي بتعمل الكلام ده. تنشط الخلايا البائية، ها تنشط الخلايا البائية، ايوه بس عندي اللي هي مين، لان في نوع منها اللي هي مين التي اتش، فديت صح بس ديت غلط، فاذا دي كمان غلط، فاذا الاجابه عندنا رقم مين، رقم الف. من الشكلين المقابلين اي الارقام يعتبر الوحده التركيبيه للعضله؟ وحده تركيبيه. طب نشوف كده اللي قدامنا الاول كده. رقم أربعة ديت اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن اللي هي الحزمة، حزمة عضلية. ورقم رقم واحد دي اللي هي النواة. ورقم اتنين ديت عندنا عبارة عن اللي هو مش هو اللي عليها هنا اهو، كلها دي على بعضها يعني، دي تعتبر اللي هي ايه؟ اللي هي ليفة عضلية. وعندي هنا رقم ثلاثة اللي هو جزء من الليفة العضلية، بسميها اللي ايه؟ اللي هي الليفات العضلية، الليفات عضلية. هو عاوز مين هنا؟ الوحدة التركيبية للعضلة. طبعا الوحدة التركيبية اللي هي مين؟ اللي هي ايه؟ رقم اتنين عندنا اللي هي الليفة مين؟ اللي هي الليفة العضلية، بالإجابة عندنا رقم ب. نفتكر مع بعض. طبعا دي عندنا العضلة، العضلة زي ما احنا عارفين تتكون مجموعة من اللي هي الحزم العضلية، والحزمة الحزمة العضلية تتكون مجموعة من اللي هي الألياف العضلية، والألياف العضلية تتكون مجموعة منين؟ من الأليفات مين؟ العضلية اللي هو إيه مديني إيه جزء منها. يبقى عند الوحدة اللي هي بتتكون منها اللي هي العضلة، تمام، اللي هي بسميها إيه؟ الليفة إيه؟ العضلية، أو بسميها الخلية العضلية. السبب الهرموني، هرموني خلي بالي، المحتمل للارتباط المفاجئ والمستمر بين الاكتين والميوسين هو نقص يا ترى هرمون مين؟ اكتين وميوسين، يبقى المفروض بندور على ايه دلوقتي؟ احنا عارفين طبعا بيمتد من خيوط اللي هي الميوسين روابط مستعرضه، تمام، بيمتد من خيوط مين؟ الميوسين روابط ايه مستعرضه، بيتم تكوينها عن طريق مين؟ مساعده مين؟ اي ايونات الكالسيوم. ايونات مين؟ الكالسيوم. وأيونات الكالسيوم ديت نوع بتخليها تتصل مع مين؟ مع خيوط مين اللي هي ايه؟ الاكتين. يبقى دلوقتي هندور على اي هرمون له علاقه مين بهرمونات مين؟ بايونات مين اللي هي ايه؟ الكالسيوم. عندنا طبعا اول حاجه اللي هو هرمون النمو، طبعا ملوش علاقه بالكلام ده، يبقى اذا ده ما ينفعش معانا، تمام؟ احنا عارفين طبعا اللي هو هرمون اللي هو النمو ده بيفرز من اللي هو الفص الامامي للغده النخاميه، وطبعا ده بيتحكم في عمليات مين اللي هي الايض الاساسيه، وخصوصا اللي هي مين؟ اللي هو تصنيع البروتين، ده ملوش علاقه. نيجي الحاجة التانية اللي هو مين اللي هو ايه؟ الالدوسترون. الالدوسترون زي ما احنا عارفين بيفرز من اللي هو قشرة الغدة الكظرية، وده بيحافظ على توازن المعادن، بس مين بقى؟ بيمتص اللي هي إعادة امتصاص مين؟ الصوديوم. وبيتخلص منين؟ من البوتاسيوم عن طريق الكليتين، ملوش علاقة، أنا المفروض بدور على الكالسيوم. نيجي بعد كده اللي هو مين؟ اللي هو الباراثورمون. عارفين طبعا ده بيفرز منين؟ من اللي هي الغدد الجارات الدرقية. طب بيعمل ايه؟ ده طبعا ده بيهو اللي هو الكالوسيتونين، بيحافظوا هما الاتنين على مستوى الكالسيوم فين؟ في الدم. بيحافظوا على مين؟ على مستوى الكالسيوم فين؟ في الدم. فإذا دي الإجابة عندي. رقم د عندنا اللي هو الإدرينالين، طبعا ده هرمون اللي هو النجدة، وطبعا ده ملوش علاقة بأيونات الكالسيوم، طبعا ده بيزود السكر في الدم، وزود ضغط الدم، وبيرفع أو بيزود اللي هو مين؟ سرعة ضربات القلب، ملوش علاقة. فإذا الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم ج. الأفراد الناتجة عن زراعة نسيج نباتي لم يحدث به أي طفرة، مفيش أي طفرة حصلت فيه، يكون عدد صبغياتها يا ترى كام؟
نون، نون دي تكون موجودة في الأمشاج، ما تنفعش معانا. اتنين نون، أيوة، لأن ده عبارة عن نسيج جسدي. يبقى عندي هنا أي نسيج، ده بيمثل مين؟ نسيج أو خلية جسدية، والخلايا الجسدية بتحتوي على كام؟ على اتنين نون. عندنا رقم ج اللي هي 3 نون، ورقم د اللي هي 4 نون. طبعا دي نوع نتيجة اللي هي ايه؟ حدوث اللي هي طفرات اللي هي الصبغية، نتيجة اللي هي التغير في عدد مين؟ في عدد الصبغيات. وطبعا ده موجود فين؟ في النبات. في عندنا 3 نون، في 4 نون، في بيوصل لحد كام؟ 16 نون. وبالتالي الاتنين دول ما ينفعوش معايا. يبقى اذا الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم ب. ممكن برضه تلاقي التلاتة نون ديت في نسيج مين؟ اللي هو الاندوسبرم، تمام، اللي هو الاندماج الثلاثي. يا رب تكون فهمنا. ما تنسوناش بصراحة دعواكم، إن شاء الله أكمل معاكم مشيئة ربنا حل بقية الليالي الامتحانات إن شاء الله، وإلى اللقاء في مرة قادمة. كان معكم مستر طارق، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.